كهربا. تحب تتكلم دلوقتي ولا نتكلم بعد الفاصل؟ براحتك يا كابتن. لا نكمل كهربا. ناس كتيره جدا قالوا انه كهربا كان هو السبب الرئيسي في انضمامك للنادي الاهلي. هل كلمته لما كلموك في النادي الاهلي؟ وانا عارف ان علاقتك اصلا بكهربا كويسه. بص يا كابتن، علاقتي انا وكهربا، يعني انا وكهربا ما شفتش كهربا قبل كده ولا كهربا شافني غير في ماتش الاهلي والزمالك. انت بتهزر؟ والله يعني ما ده كانش الناس قالوا هو اللي كلمك وهو اللي هو اللي فاوضك مكلمني وهو اللي خالص ظبط والله، لك. ما حصلش خالص؟ خالص والله، ولا اي حاجه والله، ما شفتوش غير ما شفتوش غير في ماتش الاهلي والزمالك بس. كان ماتش كنا بنلعب النادي الاهلي كنت وشفته، بتلعب في الزمالك ساعتها. وشفته كان في لقطه اتكلمنا مع بعض فيها، كنا بنتكلم اصلا بره الكوره بتتكلم جد؟ والله قعدتوا العظيم، في الماتش بتتكلموا بره والله الكوره؟ كنا بنتكلم على حاجه بره الكوره، كان اللاعب واقف وساعتها انا وهو كنا بنتكلم في حاجه بره الكوره. حلو. ده اللي حصل، يعني ما اصلا ما فيش. ما فيش اي حاجه والله يا كابتن، ولا قال لي حاجه. حتى ساعه لما استاذ امير توفيق كلمني، ولا يعني كهربا كلمني لما خلاص خلصت، في كذا لعيب طبعا كلموني من ضمنهم كهربا كان الامور اتعرفت. بالظبط، وكهربا قال لي احنا مستنيينك والفرقه كلها مستنياك وترجع لنا ان شاء الله وترجع من الاصابه وتخش معانا، ده مسهل لي الدنيا بصراحه كلها يا كابتن مسهل لك الدنيا بصراحه كهربا، بصراحه. رغم انت بتقول ما شفتوش ما كلم. والله ما في اي حاجه، ده انت بتقول لي مفاجآت ما على قابلتوش فكرة، قبل كده يا كابتن بره الملعب ولا اتصال تليفوني. والله ولا اي حاجه. يا نهار ابيض. والله طب بس دلوقتي ما ينفعش هو يعدي يومي غير ما يكلمني. ما ينفعش لا طبعا خالص. خالص سهل لك الامور جوه النادي الاهلي. بالظبط يا كابتن. بعد ما مضيت، لما دخلت بقى النادي وكده، وكان اول تمرين ليا كان هو من اول المستقبل. اهو ده خلاص بقى كل العلاقه اللي خلاص بقى بقينا ده جون نفهم انت بعض اللي جبته ولا هو من اللي جابه؟ النظرة. ده جوني في نادي الزمالك يا كابتن ده في السوبر. في السوبر. حلو. نفسي اعرف الاحتفال ده، ما هو اللي قايل لي عليه والله. مش فاهمه. انتوا بتتفقوا على الاحتفال قبلها؟ هو كان قايل لي هنعمل كده بس انا مش فاهمه لحد دلوقتي. خلاص. بص حتى انا واقف انا مش عارف اعمل ايه. انت بتقلد وخلاص. انا بعمل زيه. سواء كهربا جميل، بني ادم لا لا، جميل. مش الشخصيات يا كابتن اللي تحبها من بصه كده بس يا كابتن. والله. قلب ابيض جدا. يمكن كل الكلام اللي بتقال عليه ده مش هو خالص، خالص. مش شخصيه كهربا. انسان تحب تقعد معاه، تحب تتكلم معاه، دايما واقف في ظهر كل اللعيبه مش امام بس. والله. والله من اللعيبه الصغيره اللي بيطلعوا معانا لحد اللعيبه الكبيره، دايما واقف لو في اي حاجه هو معانا. ما بيسيبش اللعيبه خالص يا كابتن بصراحه. يعني انا عرفت ان في الازمه الاخيره يعني كان ليك دور خلاني اعيط. والله والله اساله. ايه اللي حصل عيطت ساعتها والله. ساعه هو القرار. ساعد وهو ماشي، وهو ماشي طبعا حطيت نفسي مكانه ان انا ابقى مع الفرقه، و يعني كان موقف صعب بكيت. بصراحه علينا كلنا بصراحه. شفت انا يعني ما قدرتش اشوفه هو ماشي كده قدامنا، و كنتش عارف يعني ما كانش في ايدينا حاجه نعملها خلاص. بس حاولتوا مع الكابتن حاولنا مروان. طبعا الفرقه كلها، الفرقه كلها كابتن اتكلمنا طبعا، بس خلاص كان الكابتن محمد رمضان خد القرار. بس كان قرار صح. صح طبعا. كان صح طبعا. طبعا.